منتخب النشامى يكتب التاريخ من أرض قطر ويبلغ نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة. نحكي أكثر معنا الصحفي الرياضي مفيد حسوني. مساء الخير كابتن. مساء الخير سميحة ومساء الخير لكل أبناء الوطن اللي عم بيشاهدوا هاي الحلقة اللي يعني تاريخية بنحكي فيها بتاريخ جديد، تاريخ بنحكي فيها عن النشامى اللي هم مصدر الفرح، يعني يكاد يكون الوحيد لكل أبناء الشعب واللي بوحدنا دائما واللي بخلينا دائما بحالة فرح وسعادة، فشكرا للنشامة. يعني كابتن أنت عاصرت مراحل كتير طويلة لتاريخ كرة القدم الأردنية وأرشيفك يعني الرياضي بيشهد على هذا المشوار، كيف كان شعورك لحظة إطلاق صافرة النهاية؟ والله إحنا كنا يعني متفائلين وكنا أكيد زينا زي أبناء الوطن كلهم كان عندهم تفاؤل كبير. يمكن طبيعة النشامة الروح العالي عندهم الإصرار والتحدي وصل الذروة فوصلونا معهم لهذا الإنجاز. إحنا طبعا كأس آسيا داخلين على كأس آسيا ما كان عندنا يعني نظرة إنه إحنا ممكن ننافس، لكن مرحلة مرحلة مباراة بعد مباراة صارت التفاؤل أكبر وصار الأمل أكبر وصار يعني الكل ينتظر مباريات النشامة بقطر زي أي يعني إشي مهم جدا بأيامه. فلذلك احنا كلياتنا اعتلينا بالتنافس واعتلينا بالطموح ومشينا مع النشامى درجة درجة لوصلنا اليوم للمربع الذهبي، صرنا احد افضل اربع منتخبات بآسيا. طبعا هذا الحكي بيعني انه تصنيفنا بالدولة رح يتحسن، تصنيفنا الآسيا رح يتحسن، واحنا ان سنوات منعاني من سوء التصنيف من سنوات، واحنا ان سنين كنا متراجع كبير. اليوم احنا وصولنا لهالمربع الذهبي وان شاء الله ما تكون لعند هون، تكون لسه الاكثر ان شاء الله يا رب بهمة النشامة. لازم نبني عليها ولازم الاتحاد يبني عليها، اشي مهم جدا يكون في عنده استراتيجية لتتواصل الكرة الاردنية، كل المنظومة الكرة الاردنية تستفيد مما وصل اليه النشامة ان شاء الله. صحيح. طيب كابتن اذا بدنا نحكي فنيا، كيف شفت المنتخب الوطني اليوم تحديدا وبشكل عام منذ بداية هاي البطولة؟ هلا اليوم لا كان شوي الاداء اقل، أقل مباراة العراق، أقل مباراة كوريا، أقل حتى مباراة ماليزيا. يمكن كل مباراة لها طبيعتها، لها ظروفها. اليوم طاجكستان فريق منظم دفاعيا، فأنت ما راح تلاقي عدد الفرص زي ما كنت تشوفيها قدام ماليزيا أو حتى قدام كوريا أو حتى قدام العراق، لأنك أنت بتلعب هذلاك المنتخبات أنت بتدافع أكثر ما بتهاجمي، فبشوف فرصنا أكثر. اليوم أنت بتلعب مع فريق منضبط دفاعيا هو الأقوى، يعني أحد أقوى خطوط الدفاع بالبطولة، لعب أربع مباريات داخل فيه هدفين، فلذلك يعني طبيعة المباراة خلت شوي الفرص قليلة، فرص التهديف هدفة، لكن إحنا زمان نطلع منتخبنا عنده طبعا الحلول الفردية، عنده الحلول الجماعية، عنده المهارة، عنده كل شيء موجود. طيب قبل ما نكمل بهاي التفاصيل معك سيد مفيد بدها تنضم لنا عبر الهاتف أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار. مساء الخير ست سمر وألف مبروك هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف النهائي. مساء الخير سميحة وألف مبروك، ألف مبروك للشعب الأردني بهذا الأداء المميز والإنجاز. بداية اسمحي لي سميحة بحب أبارك لمنظومة كرة القدم الأردنية كلها وعلى رأسها سمو الأمير علي بن الحسين بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي والقدر المنتخب النشامى يوصل للمربع الذهبي لأول مرة في بطولة كأس آسيا. النشامة فعلا قدموا أداء مشرف وفرجوا عزيمتهم وإصرارهم عشان يكتب التاريخ بين الأبطال الأربعة بآسيا. ودائما نحكي أنه أكيد على النشمة ما في إشي صعب ولا في إشي مستحيل. أكيد. الحمد لله الأجواء بالمعسكر تملأها الفرحة والسعادة. نحن رجعنا بعد المباراة على الفندق وكانت الجماهير تنتظر الفريق على باب الفندق. كان احتفال بسيط لكن هلأ اللاعبين في غرفهم فترة استشفاء وراحة وتركيز للمباراة القادمة. احنا طوينا صفحة طاجكستان والآن ننظر على الدور النصف النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. المنتخب طبعا حظي بدعم هاشمي كتير كبير، فكيف انعكس هذا الدعم كحافز على اللاعبين وعلى المنتخب وعلى الأجواء بشكل عام؟ هذا الدعم سميحة مش غريب على العائلة الهاشمية اللي دائما عودتنا على الوقوف خلف النشامة. سيدي علي موجود من بداية البطولة، كان موجود على كل مباراة، زارهم بالمعسكر بالتمرينات،
عشان يعطيهم الدافع والحافز. واليوم زي ما شفتوا كان سمو ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة موجودين يدعموا النشامة في الملعب، وما أصروا يعني الكل قدم كل أشكال الدعم للمنتخب واللاعبين، وهذا أكبر حافز لإلهم عشان يقدروا يقدموا أفضل ما عندهم دائماً. نعم ست سمر، يمكن هذا التأهل بمثابة رسالة للجميع أنه يصبروا، ويمكن كانت الانتقادات كتير كبيرة ولكن النتيجة إجت أكبر إنجاز بتاريخنا الكروي، فشو رسالتكم للجماهير؟ يعني المنتخب قبل البطولة كانت أكيد الفترة ومرحلة إعداد جديدة وكانت صعبة، كان في تغيير على الجهاز الفني، تغيير خطط لعب وتكتيك لعب ومرحلة بناء جديدة. شكرا للجماهير الصبرت معنا، بس هلأ بعد ما دخلنا أجواء البطولة أثبت المنتخب أنه هو فعلا قادر يصنع التاريخ بهاي البطولة، وقدموا أداء رائع وتدريجيا يعني كل مباراة عم بيكون الأداء أحسن. نعم. منقول للجماهير العريضة يعني إن كانت موجودة معنا إن كان عبر الشاشات أو بالملعب، أنتوا اللاعب رقم 12 ونتمنى مواصلة دعمكم ومساندتكم لهذا المنتخب بغض النظر عن النتيجة. نحن فخورين فيهم وشاكرين فخرين باللاعبين وبالنشامة وشاكرين لوجود الجماهير خلف منتخبنا. نعم، يمكن ست سمر ما كان المنتخب الوطني مرشح للفوز باللقب، ولكن احنا صرنا عم نشكل خطر كتير كبير على الجميع، وبكل تأكيد اللقب بده يكون صار هدفنا. بصراحة هل توقعتوا أو كان أحد الأهداف الوصول حتى النهائي منذ بداية البطولة؟ أكون صريحة معك سميحة، نحن من أول لحظة بنحكي إنه هدفنا ولا الوصول لأبعد نقطة في هاي البطولة، وهلأ صار بفصلنا عن المشهد الختامي مباراة واحدة فقط أمام كوريا الجنوبية. النشامة قدروا يحققوا الإنجاز، لكن إحنا دائما نسمح للمزيد، إن شاء الله نقدر نحقق طموح الشعب وجماهير الكرة الأردنية ونقدر نوصل للمباراة النهائية إن شاء الله. يعني يعطيكم ألف عافية، بنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وإن شاء الله الفرح بيستمر لحتى النهاية. سمر نصار أمين عام اتحاد كرة القدم، شكرا لمداخلتك معنا. يعني كابتن فعليا فرحة كتير كبيرة وإنجاز كتير كبير، يمكن كتير ناس ما كانت متوقعة أنه المنتخب ممكن يوصل لهذه النقطة. شوف، عشان إحنا نكون منطقيين واقعيين سميحة، برضو الناس اللي كانت تنتقد المنتخب وأنا واحد منهم، يعني كنا ننتقد المنتخب لسوء نتائج، لسوء صحيح. أداء، لسوء تشكيلة، كنا ننتقد المنتخب من أجل أنه يصل لهاي المرحلة اللي إحنا كلنا اليوم سعداء فيه. إحنا ما ننتقد أشخاص ولا ننتقد منظومة، ننتقد عمل، ننتقد إشي، لأنه همنا أن نكون أفضل من الغيرة على للأحسن صحيح. مش انتقاد شخصي. اليوم الكابتن حسين عموتة ترفع له قبعة، اليوم الكابتن حسين عموتة سوى أفضل إنجاز بتاريخ الكرة الأردنية، من حقه أنه إحنا نعطيه حقه كامل، لانه اليوم احنا الكابتن محمود جير الله يرحمه بال2004 سوانا للمربع للدور الثمانيه، الكابتن عدنان حمد نتمنى له كل التوفيق برضه ب2011 وصلنا للدور الثمانيه، اليوم الكابتن حسين عموته ودانا للمربع الذهبي، فهاي تحيه محبه من كل الاردنيين للكابتن حسين عموته. احنا ما عندنا مشكله لما المنتخب، احنا هدفنا انه المنتخب نكون بافضل صحيح. حال بافضل صوره بافضل اداء بافضل كل شيء. اليوم احنا بافضل اداء وبافضل روح بافضل عطاء وبافضل نتائج، بنقول لهم الله يعطيكم مليون عافيه ان شاء الله نستمر، ان تكون هيك تستمر. يعني شوف احكي لك شغله، وتنعكس على كل الكره الاردنيه مش بس هاي يعني المرحله. انت اليوم نظره الوطن العربي واسيا ككل، انت من ضمن منظومه اسيا، كل اسيا اليوم بيشوف منتخب النشامه وين وصل، ومنتخبات كبيره ومرشحه طلعت من ادوار ثانيه، فلذلك انت اليوم مصدر فخر واعتزاز بهاي الكوكبه من اللي بتمثل منظومه كره القدم الاردنيه ككل. وبكل تاكيد يعني احنا مش ضد الاتحاد، الاتحاد وفر يعني زي ما بيحكوها بين قوسين لبن العصفور للنشامه على مدار مراحل اعداده كامل، كان صبور على الجهاز الفني وكان صبور على كل نتائج. طبعا كان في جلسات لهم مع حسين عموتة. في كمان شغله يمكن الناس ما بتعرفها كثير، منظومة المنتخب سميحة يعني بدي احكي لك مشفرة، يعني ما في حدا بيقرب عليها، ممنوع. يعني مثلا اقول لك اليوم اغلب اعضاء الاتحاد موجودين في الدوحة مزبوط،
مثلا خلص ممنوع يصلوا لتدريب المنتخب، ممنوع يصلوا لفندق المنتخب، المنتخب منظومة كاملة يعني. فلذلك الكابتن حسين عموتة ماخذ يعني كل الصلاحيات المطلقة الفنية والإدارية والتنظيمية داخل المنتخب، فأنت بتلاقي أنه في انضباط كامل. جميل. وهذا الحكي بنعكس إيجابي في الملعب. أكيد. فمنشوف المنتخب منشوفه بحالة انضباط فني وإداري، هاي بده يكون هيك نتائج بكل تأكيد. طبعا. طيب خلينا نشوف عدسة رؤية رصدت ردود أفعال اللاعبين بعد الفوز على طاجكستان. بارك الشعب الأردني وللاعبين وللجهاز الفني ولكل واحد وصلنا لهذه المرحلة، ونوعدكم نوعد الجماهير الأردنية بإذن الله تعالى أنه لسه عندنا إشي أفضل لقدام، وطموحنا هسه صارت يعني عالي جدا وليش ما ناخذ كاس اسيا. الحمد لله بجوز هذا يعني صراحه ما في كلمات توصف هذا الشعور، فخورين كثير وان شاء الله انه صار هدفنا اكبر واكبر ان شاء الله انه نوصل النهائي باذن الله. احنا اكثر شيء مبسوطين انه فرحه الجمهور الاردني والشعب الاردني. والله مش عارف شو احكي صراحه، يعني انجاز تاريخي زي ما حكيت، وهسه بصراحه طمعنا انه نوصل للنهائي وباذن الله انه نتوج باذن الله. نبارك لجماهيرنا الاردنيه بشكل عام، إنجاز تاريخي للأردن لأول مرة، أفضل بالمربع الذهبي، أفضل أربع منتخبات في آسيا. طبعاً إحنا طموحنا البطولة والكأس بإذن الله، والشباب إن شاء الله قدر. أشكر رب العالمين على هذا الفوز، بتعرف إنه فوز مهم كثير، ووعدنا جمهورنا الوطن العربي كامل، أي أردني كان وأزرنا بنشكره. الحمد لله اليوم صنعنا التاريخ وكسرنا العقدة وصلنا المربع الذهبي. تعرف فرحة شو ما بنحكي الواحد ما راح يعبر عن اللي جواته وداخله. الحمد لله رب العالمين قدرنا نفرح جمهورنا الشعب الأردني اللي كان حاجة لهاي الفرحة. الحمد لله قدرنا نفرحهم. هسا طموحنا احنا كبر، احنا هسا بنصف النهائي ان شاء الله فانا البطولة بإذن الله تعالى. إنجاز تاريخي تأهل دور الأربعة، ولكن فعلا احنا كلاعبين بنستاهل هذا الانجاز والشعب الاردني بنستاهل هذا الانجاز. ان شاء الله طموحنا انه نستاهل دور الأربعة الى النهائي. يعني كابتن فرحة واضحة ومستحقة بكل تأكيد. يعني حتى انا اليوم كنت في منطقة عبدون مدعو احضر المباراة، فحتى بعد المباراة مباشرة يعني دوار عبدون ومناطق المحيطة كل السيارات كل العالم تطلع تعبر عن فرحها. يعني أنا عشت المنتخب حتى لما كنت مدير الإعلام بالاتحاد أيام ما كنا وصلنا المربع أو وصلنا الملحق العالم لتصفيات كأس العالم، كان المنتخب دائما حالة فرح لكل أبناء الوطن. بوحدنا كنا، ما في لا فيصل ولا في وحدات ولا في رمطة، كنا خلف علم واحد، كنا خلف لون واحد. فهذا الحكي بيعطي حالة كتير معنوية. صحيح. للناس وبيعطي حالة تفاؤل دائما إن شاء الله. إن شاء الله.